أنا أبو مهدي ملك البوزة، أنا بايع متجول، ببيع بوزة وشعر بنات وبشار وذرة مرات. طبعاً إحنا عند المدرسة ما منشغلش موسيقى، بس على التوزيع. هاي الموسيقى عندي توزيع بس، عند المدرسة بضل طافي الموسيقى منها. أنا بلف على كرة بيت لحن، كل يوم على بلد. كنت أجي أبيع بيع. فالبيع خفيف تعرف، وعندي التزامات كثيرة وأجار دار، تعرف حال المواطن الفلسطيني. فاقترح الفكرة إنه أفتح لايف على تيك توك، عندي 42 ألف متابع. اقترحت إنه مثلا الداعمين بدل ما يدعموا لأي شيء يعني مش منيح أو شيء للتسالي، قلت بخلي الناس تكسب أجر يدعموني، كل 100 عملة بوزع فيها حبة بوظة. والحمد لله صار في إقبال يعني، وودوا لي أسود وودوا لي أبراج الحمد لله رب العالمين، وصار في يعني إقبال الحمد لله. بتصور اللايف خلال التيك توك، انا باخذ الشيكل من الداعم والولد الصغير بشوف ابتسامته، تعرف انه ابو مهدي بوزع مجانا. بالنسبه للبوظه، البوظه مرخصه، باخذها من مصنع فطول كريم اسمه مصنع الفوزح. يعني انا ما بعمل بوظه في الدار وباجي بقى، كل شيء مرخص، كل شيء متكتك، كل شيء مرتب يعني. والله فرحة الأولاد تسوى الدنيا كلها، أقسم بالله. والله أبو مهدي مجنون.